السلام عليكم. انا خدت السيد اللي تهمته ديك المراه بالاغتصاب ديال الدريه بنت 4 سنين. انا ضرتني خاطري بزاف. انا لو كان هاد السيد ماشي خويا وتصمت ليها غنكون معاها، غتبقى فيا، غنأيدها بحالي بحال الناس، لان الظاهره ولات كاينه في المجتمع، كنعيشوها، كنعيشوا اب على بنته، كنعيشوا اخ على اخته، كنعيشوا دري على امه، كنعيشوا هذا الشيء، ما كذبوش. ولكن الحقيقه كيعلموها الناس اللي كيعيشوا مع هاد الناس. هاد السيده حتى هي كانت بحال الفرح، كيعرفها الناس كاملين، كيعرفوها خدامه اولا ما عرفت. المهم كتكون في هاد القهوه اللي حدانا ديال كوساله، راه دابا متسالي وريو القهوه اللي كانت فيها، راهي مسدوده، كتجلس على عند مارين الديطاي، كدير هاد الشيء كامل. احنا ما عندناش بها علاقه، شغل هذيك حياتها، ما سوقناش. هاد السيده هادي ضرنا، انا ما كنتش كنعرفها قبل شخصيا، ولكن دابا عرفتها من خلال الناس اللي كيعرفوها واللي معاشرينها واللي كانوا كاع ساكنين معاها في نفس الدار، البيت معاهم. قال لك هذيك الدريه اللي كتهضر عليها هي ما كانتش كتعاملها مزيان، كانت كتسد عليها، كانت كتموت منها، كتقول لها كرمي تكرم. ديك الدريه اي حاجه قالتها لها ما غديرها، حيت كتخاف من ما بزاف. وهي هاد الهضره كامله بناتها على التهديد، ما غنضربكش، وبناتها على الطمع غنديك للبحر. انت يا اختي انا غنهضر معاك منطقيا، انا ما حضرتش ليكم وما عرفتش فين ساكنه وما حضرت حتى حاجه في هذا الشيء. انا غنهضر معاك منطقيا وغنحلل الهضره ديالك داك الشيء اللي قدرت انا نحلله راسي، واللي اي واحد كيعرف خويا راه حلله. هاد الدري هذا جهز معاك الرحيل، تعاون معاك ولا خدم عندك كاع، خلصتيه تيطلع وتينزل. الا كان هو شاد او ما عرفت كي كتقولوا لا نتوما بيوديفيل، انا ما تنفهمش هذيك الهضره. الا بغى يختار الضحيه ماشي في هذيك الوقت اللي مها طالعه نازله كتدي رحيلها كتهز وتحط وتطلع حتى هي. اللي كاين مول الهوندا باقي كيهز معاه من الرحيل، اللي كاين مول البارابول في اي وقت غيطلع شي واحد غيلقاه غيحصلو، هو ما غيخافش، ما غيقولش راه غيحصلوني. الدريه ما غتغوتش ويطلعوا يجريو ويحصلوه. هادشي كله خاصو يديروه في باله، هو راه غيختار وقت اخر. مادام انت كتعرفيه وكتعاوني معاه وكيتعاون معاك وبحال خوك، راه غيدخل عندك للدار مره اخرى وغيهمدكم، عاد غينفذ داكشي اللي بغا، ماشي في هذاك النهار اللي كتهضري عليه انت. راه منطقيا وتحليل منطقي لا يعقل، هادشي غيوقع في اللحظه اللي الرحيل طالع نازل ومها طالعه والناس طالعين. الشهاده الطبيه، انا ما غنكذبش الطبيب وما غنكذبش الشرع وما غنكذبش الخبره، ماشي كذوب. انا اللي غنكذب صباع من هذاك، سمحوا لي على هذه الكلمه، سمحوا لي على قله العفه، صباع من هذاك. هاد السيده هادي ما عندها السوق بحال شي تشوه هنا، الشهر الجاي تحول لبلاصه اخرى، ما يبقاوش يعرفوها الناس. دريه صغيره ما عمرها غتعرف، ما غتخافش عليها من الشوه حيت ما عمرها غتعرف. ماشي السوق هي، خاصها الفلوس، خاصها الجمعيات يوقفوا معاها. هاد السيده هادي علاش كتبدل السكنه؟ وبغيتو نجيب لكم البراوات ديال الامانه، نجيبهم لكم، الناس اللي ساكنين معاها جاتهم براوات. هاد السيده كتاخذ كريدي من الامانه وكتهرب، كتبدل العنوان على قبل الامانه. وهاد السيده اي حاجه غتجيب لها فلوس غديرها. هي كما قالت في الروبورتاج الاول، قالت لك انا ما كيهمني حتى واحد، ما سوقي حتى واحد، انا مخبيه وجهي. علاش مخبيه؟ حيت عندي عائله، عندي ناس غنخاف عليهم، عندي وليداتي غنخاف عليهم، ما يمكنش نبين وجهي، كنستحيا. ولكن هي ما عندهاش على من تخاف. السلام عليكم. بعدا المهم اخويا نقول لك اللي كاين، هذاك السيد تقدر تدور عماله درب سلطان كامل ولا حي الفرح بالخصوص، ما كاينش اللي غيهضر لك فيه خايب. وسمعتيني كنقول لك اللي كاين اخويا، تخيل معايا بكثره الدرافه ديالو يقدر يقول لك 10 المرات السلام عليكم، كتولي فهمتي فين ما يدوز عداك السلام يعاود يرجع يقول لك السلام، فهمتي شي حاجه بزاف. هذاك السيد شي حاجه بزاف، مستحيل يدير بحال هذا الشيء هذا. ونهار قالوا لنا داك الشيء تصدمنا، فهمتي اي واحد تسوله يقول لك مصدوم، قمه الدرافه، قمه بزاف، فهمتي شي حاجه بزاف. هذاك السيد السلام عليكم. اللي كنعرفوا على هذا الولد ولد جيراننا، كابر معانا ملي كنا صغار، حتى كبرنا، حتى تزوجنا، حتى درنا وليداتنا. دري الله يعمرها دار، راسو ما كيهزوش فينا، ما كاين عا اختي خويا،
وهذا الشيء الدرب كامل كيشهد به. السيد مسكين كيجيبها من عرق كتيفاته كيخدم على وليداته، عنده ثلاثه البنيات ومراته وميمته مريضه. يعني هذا السيد دابا راه خبيزه الا جابها لمو راه معاون معاها. وهاد السيده اللي كتقول عليه هذا الشيء انا راه ما ظنيتوش، هذا الشيء راه فاجعه زعما ما تقبلناهش. ما انا بعدا شخصيا ما مطيقاش هذا الشيء، كنقول غير كذوب حيت كبير ما يديرش هذا الشيء. وهاد السيده الله يهديها ربي راه حرم الظلم على عبده، راه ما خصوش يدير هذا الشيء. الله يهديها والله يرد بها، هي الا بغات تطلب تخرج تطلب الله، ما تخشيش انسان في الحبس وتبدا كتطلب، حشومه عيب. هي لا طلبات الناس بالماديات، حنا كنطلبوا الناس يتعاونوا مع هذا السيد غير بالمعنويات، يجيو يسولوا عليه ويعرفوا شكون هو واشنو تيدير. حنا اللي كنعرفوا عليه من اللي كبر ودار دوك البنيات ودار ديك المراه، كيخدم بعرق كتيفاته، كيمشي يقلب عليها بكتيفاته. وهذا السيد راه شردات داك السيد وهاد البنيات ديالو ومراته، راه من اللي تشد ما كاينش اللي جاب ليهم حتى خبزه. زعما عيب حشومه دير هذا الشيء. وكنطالبوا من المسؤولين ومن القانون ومن الجهات يدقوا في هذا الملف ويشوفوا فيه مزيان ويتعاملوا مع هذا السيد، ما يمشيش هكاك ظلما، حيت الظلم راه حرم ربي على عبده. وهذيك السيده الله يهديها والله يرد بها. نعم خويا اش كنقول لك، حنا كنشوفوا بعض التناقضات ديال الهضره ديال السيده، بحال مثلا الفيديو الاول خرجات به كتقول لك هذا السيد ما كتعرف، هذا السيد كتعرفه خوها ومدوز معاها. الفيديو الثاني كتخرج به كتقول لك ما كتعرفوش غير سمسار. الفيديو الاول كتقول لك خرجات شدها الطاكسي باش مشات للسبيطار. الفيديو الثاني كتقول لك خرجات مشات على رجليها حتى للسبيطار. انا كنلاحظ هنا واحد بعض ديال التناقضات في الهضره ديالها، فهمتيني؟ يعني غتسول اي واحد، مشي انا وياك عند اي واحد، ها ما كاينش تبارك الله الحومه كامله كلشي كيعرف داك السيد حسن السيره، والله خويا حسن السيره. يعني داك السيده راه خويا بحال كطالب خلاصة عامة، كطالب هذيك السيدة أن الجمعية توقفوا معاها حتى لقات بحال غفلة، هاد الغفلة اللي حنا فيها، كطالب الجمعية توقفوا معاها حتى ما شنو نقول ما فحالهاش، قدر الله وما شاء فعل. فهمتيني أخويا؟ حنا مع القانون أخويا، فهمتي؟ حنا مع القانون، حنا يا قدمت لنا دليل قالت لك خبرة وهذي، حنا غنعاودوا نطالبوا بالخبرة، حنا راه كنا لي دابا محامي، غنعاودوا نطالبوا بالخبرة، وداك الشيء حنا غنمشيو معاها قانوني. يعني كانت شي حاجة راه مظلوم، ما كانت شي حاجة راه ظالمة. يعني حنا ما غنقول، حنا ماشي فوق القانون، حنا مع القانون، ولكن حنا غنعاودوا نطالبوا بالخبره باش تاكد الامور، باش تاكد الامور، فهمتي؟ دابا هي دلات بواحد الوثائق اللي حنا ما عارفينهاش، ولكن حنا دابا المحامي ديالنا ان شاء الله كاين غيطالب سميتو بالدليل ديالو، وحنا غنعاودوا نطالبوا الخبره ديال الطبيب الشرعي. اخويا حنا نقولوا كلمه ديال الحق في حق الاخ ديالنا، انا كبير كبرش معاهم بحال خوهم، كنعرفوه مزيان، كيطلع للدار عندنا، كنطلع عند الزوجه ديالي كندخلو لداري. هذاك السيد مستحيل يدير بحال هذا الشيء. حنا فاش عرفنا انه تشد كان صحابه شي تسخر ليها شي حاجه اللي عاديه، قلنا ماشي مشكل، ما كنت سمع هذه الفاجعه هذه، انا البارح ما خبرت اليوم. وبالنسبه للخت اللي ديك بلا ما نذكر الاسم ديالها اللي عندها مع المشكل، فالسمعه ديالها راه هي معروفه هنا كيفاش، يعني ما عندهاش حسن السيره، انا كنعرفها هنايا. يعني السيده اش نقول لكم، واحد الدرجه كبيره من الفسق ومن العيوب والبليه، وكنعرفها خارج المنطقه انا، يعني كنعرفها كتعمر في البلايص ديال المرسل طون تماك، دوك المرافق ديال الملاهي وداك الشيء اللي كاينين تماك. وهادشي اللي كتقول في حق هاد السيده دا راه ما كاينش، وشهاده ديال الله. وكنطلبوا من الوكيل العام جلاله الملك، وكنطلبوا من كاع السلطات ومن القانون انه يدقق في التحقيق، لان هاد السيد هذا الا تعتقل بهاد الجنايه دي فانا غتعقدوا لي الوليدات ديالو، وغادي يكون ما خداش الجزر ديالو الصراحه. وكنشكركم بزاف وشكرا. ما تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي، وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.